أبو أمن حامد هو من شعراء شرق السودان وانتمى للشرق وحب الشرق زيه زي شعراء كتار من الشرق إسحاق الحلنجي كجراي وكتار يعني، لكن ثنائيته مع صلاح بن البادية وشوشن العبير فانتشيت وساقني الهوى فما أبيت يد الحرير ارتعشت بكفي بكيت من رحشتها بكيت. نسمع مرجع. الحرير ارتعشت بكفي بكيت من رعشة فيها بكيت. جدائل الليل على كتفيها تهدلت حولي فما اهتديت. وشوشني العبير فانتشيت بكيت من رعشتها بكيت.
غنت الأفراح إذ غنيت. حبيبتي وبرودة العذارى ورنة الأفراح إذ غنيت. حبيبتي أنيقة العطايا تهمي هوى إذا أنا أميت. أجمل منها ما احتوى فؤادي فالعبغ الصادح ما احتويت. وشوشني العبير العبير فانتشيت. بكيت من مريعة. بكيت كان الملتقى وكيف في دروبها ما شهد وكيف طاف الزغر بابتهاد وكيف في محرابها صمعيت. تسألوني لا 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 كيف كان الملتقى وكيف في دروبها ما شهدت وكيف طاف الزغر بابتهاد وكيف في محرابها صليت. سر عميق حبها بقلبي ما قلته للناس ما حكيت. وشوشني العبير بكفي بكيت بكيت من رعشة. بكيت
وحدي بكيت وشوشة للعبير العبير انتشيت يا غني الهوى الهوى فما أبيت وشوشة للعبير العبير انتشيت يا غني الهوى حرير ارتعشت ارتعشت بكفي بكيت بكيت من رعشت بكيت. مشاهدينا الأعزاء مستمعينا الأفاضل، حنستقبل إهداءاتكم وأمنياتكم لكل الأهل والأحباب على رقم الهاتف اللي حيظهر على الشاشة بعد شوية. ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. يا مزمات، أهلا وسهلا. كل سنة وأنت طيبة يا أخي. وأنت طيب، الصحة والسلام إن شاء الله يا رب. إن شاء الله ربنا يحقق أمانيك في هذا الشهر. اللهم آمين. جمعا فضل المولى. نعم نعم. معيد هنا ولا في السعودية؟ لا ما يتسعني والله يا استاذ. ان شاء الله كل سنه وانت طيب، العيد الجاي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يا استاذ. باذن الله. عيدكم كيف هناك؟ هناك طيب. هنا في عيد ما يجي بس بنسمع ده سمع على في ما في عيد سمع على في ما في عيد. ها بنسمع ده سمع على عيد هنا لكن ما في عيد. لا ما بتتلموا سودانيين مع بعض واهل كده؟ لا ما يا استاذ بنلم لكن ما بنلمت السودان طبعا هنا غير صح. السودان مختلفة في كل شيء، من كل العالم مختلفة والله. أي أيوة والله. الله يديك العافية يا أستاذ. أول حاجة أنا بحييك والله تحية خاصة يا أبو تمام. حياك الله. أقول لك كل سنة وأنت طيبة، والتحية لكل أفراد بيتك الكريم، والتحية لكل الإخوة في هذه القناة، تحية لأخوتنا الجود في الاستعمار، تحية لأخونا زهير ومحمد حبشي ورضوان ومحمد فضل الله وصديق جمال وبسمات ونسرين مكي ونسرين النمير و ريان الظاهر ولغة تميم وعثمان كلهم بقول لهم كل سنة وانتم طيبين. وانت طيب ان شاء الله يا رب. ونجود حبيب والتحية لكل أهلنا في غرية الحنيدري في الماطور يا عبد الله والأبناء عبد الله محمد نور وايل والإن دعاء والأخ عليك والأخ عظيم والأخ إبراهيم والأخ عبد الجبال جودي في غرية المرضري في القطيعة. التحية لي ولكل أفراد أسرة الكريمة. الله يخليك ان شاء الله كلهم بخير وصحه جيده. الله يديك العافيه يا استاذ نجود. تسلم. كل من يعني شكرا لك يا نجود. شكرا جزيلا شكرا جزيلا. مشاهدينا الاعزاء مستمعينا الافاضل، العيد ما بيحلى الا بلمه الاهل والحبان والجيران وكل الناس. عيدكم سعيد ان شاء الله يا رب. متواصلين معاكم عبر التهاني والامنيات الحلوه عبر اثير بي ان اف ام 91. الو 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 مرحبا. كل سنه وانت طيب. انتوا طيبين ان شاء الله ينعاد عليك بالصحه والعافيه. وانتوا طيبين ان شاء الله. منو معاي؟ عبد الله محمد يوسف. ما قادر اسمع صوتك. ايوه يلا طيبين طيبين والله في نعمه. منو معاي؟ مع عبد الله محمد يوسف. بدر بلا محمد بلا. اهلا يا بلا، متصل من وين؟ من الدبشام. اهلا وسهلا والدبشام. الدبشام ريف كمبول. ايوه ان شاء الله كل الاهل كويسين ومعايدين تمام بخير والله الحمد لله. والعيد مبارك عليكم وعلى الامه السودانيه كلها. اللهم امين يا رب، تتبارك ايامك ان شاء الله. الحمد لله العيد يعني مبارك وعيد ما شاء الله امطاره كثيره وخير. ايوه ونذكر نقطة الكهرباء كمان يعني دي عامة في السودان. زمان في الأعياد كانت صعوبة ولا ما شاء الله يعني يبقوا جادين
معيدين عيدوا للناس ناس الكهرباء، عيدوا للناس يعني عشان كذي. والله انا بشكرهم عبر اذاعه النيل الازرق. اها ان شاء الله ان شاء الله جديد انضم متواصل يا ربي لغايه بعد العيد برضو الكهرباء ما تقطع. لا ان شاء الله يا اخي، والله ان شاء الله تكونوا متواصلين كذي وحاجه ذات يعني. ربنا اكرم البشر بالامطار والغيم، ربنا يجعله غيث خير ورحمه وبركه ان شاء الله. الحمد لله، والله ان شاء الله خريف عن السودان عام ان شاء الله يا رب. الاضاحي كيف هناك في والدبشام؟ الحمد لله ما شاء الله الناس كلها، نحن في البطانه يعني الواحد طبعا بغلبه. اي ما شاء الله، اي ما عنده مشكله. الواحد من بحاي للضحي من السعيه بتاعته وبيذبح البهيمه. اي ما عندي كلام. اي ما شاء الله اهل الخير والكرم. اي والله ان شاء الله انتم طيبين والسودان كله طيب. ان شاء الله يا رب ان شاء الله ربنا يتقبل. شكرا جزيلا. شكرا. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء ومستمعينا الأفاضل، أمنياتكم وإهداءاتكم كل الأمنيات الحلوة، بنرحب بكم عبر أسير بي إن إف إم 91. ألو مرحب. طيب ألو مرحبا. ألو أهلا، بس كل سنة وأنت طيب، لكن أطلع من الحتة اللي فيها الشاشة أو التلفزيون أو الرادي. طيب. ألو أيوة. طيب الخط قطع. أوكي. يعني دائما يعني الحاجة دي كده ملاحظة إنه الصدى بتاع الصوت بيعمل هنا يعني بيعمل مشكلة عندنا في الأجهزة هنا. يا ريت إنه الناس تبعد من الحاجة دي وتسمع في الإعادة تحت الحلقة أو تسمع من التلفون عادي. ألو ألو معك هاي. أهلا معك بلا يوسف. بلا يوسف أحمد. أهلا بيك، متصل من وين؟ متصل من أم عشر. أهلا وسهلا الليلة بلا من تنبول وبلا هسي من بلا يوسف من أم عشر. كل سنة وانت طيب ان شاء الله يا رب. وانت طيبة وانت طيبة، ينعاد عليك بالصحة والعافية. الله يسلمك، الله يسلمك، حنينة للشعب السوداني كله. الله يهنيك يا رب. العيد كيف وياك؟ والله العيد جميل وامطار خير وبركة، وربنا يعود على السودان بالخير والبركة ان شاء الله يا رب العالمين. هني كل أهلي بالجبلية، كل الغرشات بالجبلية وبالجمل الخوالد. إن شاء الله هم مبسوطين وسعيدين. اللهم أمين، يعود عليك الخير والبركة إن شاء الله يا رب. شكرا جزيلا. السودان سلام ورخاء. اللهم أمين. اللهم الله يبارك فيك. الله يسلمك. تسلم. شكرا جزيلا. الأجواء برة جميلة والشيء جاهزة أكيد مع الشطة والتفاصيل السودانية الحلوة إن شاء الله بالهنا عليكم لما تخير وفرح وبركة. نسمع نرجع. إبراهيم عوض أهلا وسهلا. ما بقدر أقول أنا ما داير أصرخ، يمكن قولي روح يمكن قولي جرح يمكن شي يفوح والناس ما بتريح. والناس ما أفضرية ما
يقول هزلك سباني وشوف الرسول ويحرق ليك ناري أشوف الرسول ويحرق ليك ناري أخاف الناس تقولي بتقول عن حناني أخاف الناس تقولي بتقول عن حناني ولا حيوم يزولي من القاب التاني ما بقدر أقول أنا ما داير أصرف ما بقدر أقول أنا ما داير أصرف من قولي روح من قولي جريح من شي أروح والناس ما بطريح يوم باسمه أقول الناس جميل أخشى إنه يجيب سير وحكوا عنه كل وقت ما بقول للناس حكاية في حياته في المدير ما بقول للناس حكاية في حياته في المدير وبيحتى العمر عشان حياته وباقي العمر على يديه ما بصرح يوم باسمه أقول للناس جميل ما بصرح يوم الناس جميل أخشى إنه يجيب سجن ويحكوا عنه كل حين وبقول للناس كيف في حياته بتنتهي وبيحتى العمر عشان حياته وباقي العمر على يدي ما بقدر أقول أنا ما داير أصرخ ما بقدر أقول أنا ما داير أصرخ فين قولي روح فين قولي جريح والناس ما أبطرية حنانك حبيبي وين حنانك حبيبي حنانك يا حبيبي سيب الجفا سيب أرحم كفا سيب الجفا سيب أرحم كفا حنانك حبيبي وحنانك حبيبي حنانك يا سيد الرعشانة أيامكم سعيدة دائما مبسوطين سعيدين وما ناقصين أبدا. ألو ألو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والبركة. كيف تمام؟ تمام والله كل سنة وانت طيبة وانت طيبة يا رب. ربنا يحفظ أمانيكم إن شاء الله وانت كل أمنياتك يا رب. أمان الجميع يا رب إن شاء الله. أبرز أمنية كده شنو قبل ما أعرف اسمك؟ بس ربنا يخلي لي أمي إن شاء الله يا رب. آمين يا الله. أيوة خليهم لي أمي وأخواتي كلهم إن شاء الله. وإنتي كمان اسمك منو؟ طيب سعيدين باتصالك برضو. متواصلين معاكم مشاهدين الأعزاء مستمعين الأفاضل لإهداءاتكم ومنياتكم الحلوة لكل الأحباب لكل الناس اللي إنتوا بتعرفوهم. ألو مرحب. طيب لغاية ألو مرحب. مرحب مغيرين. أهلا صباح النور. صوتك بعيد شوية كذا. كيف تمام واضح كذا؟ تفضل. النيل الأزرق. أيوة أنا النيل الأزرق البي إن. هلا صباح الخير. صباح النور. صباحك زين وكل سنة وانت طيب. وانت طيبة يحقق أمنياتك. ألو طيب نسمع ونرجع مشاهدين الأعزاء. ترجمة
ما غدروا عمري من وين بيشتروا الأعزاء. وكل عام وأنتم بخير. حارحب بدكتور عبد اللطيف البوني
الأستاذ والصحفي المعروف. ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانت طيب. كل سنة طيبة سمعت وكل الشباب اللي قاعدين معاك وكل السودان بخير إن شاء الله. إن شاء الله. زمن منك. وديك العافية. كيف اللعوتة وكل الناس هناك؟ والله طيبين خالص يعني، والحمد لله رب العالمين يعني. الأمور ماشية الحمد لله. الحمد لله شكرا. الحمد لله. ها الضحية كيف عندكم هناك؟ والله الحمد لله كويسين يعني، بالذات الليلة ومن امبارح كده في جو خريفي ممتاز يعني. يفتح النفس كده. ايوه هو رزاز وحياة ظريفة يعني الحمد لله. الحمد لله. طبعا احنا الاجواء الخريفية دي بتفرحنا مرتين. ايوه. أول حاجة التأثير المباشر علينا كبشر يعني بنكون مرتاحين لها جدا. الجو المنعش ايوه. بنفس الوقت كمان بتنفع الزراعة بتاعتنا يعني، احنا نزرع مزارعين وعايشين وسط الحبشات وخاصة الموسم ده شوية الموية تجي بالخزانة تأخر شوية لكن الحمد لله ساعة بدأت تجي كده ومع المطر ده كمان يعني بيفيد الزراعة جدا جدا يعني. هسي احنا بنكون فرحانين فرحانين بالجو المنعش ده وفرحانين لانه زراعتنا فرحانه برضه. يا سلام ان شاء الله فرحكم دايم يا رب. جمعا يا رب جمعا جمعا. وخيركم يعم كل السودان بالزراعه. ان شاء الله ان شاء الله. طبعا السودان يا بس ما قايم على المطر. يعني حتى الزراعه اللي بتكون عليها زراعه مرويه دي لو ما لقيت المطر ما بتنجح. اها يعني المرويه بتكمل ايوه يعني بتكون اول حاجه بتحل مشكله بتاعت الاستناغات بتاعت الري. الحاجة الثانية فيها تسميد للأرض. الحاجة الثالثة نيتروجين بيقتل الآفات يعني. تسميد ومبيت في نفس الوقت مع الموية يعني. صح صح. وانت طبعا لانك مهتم بالشأن يعني الزراعي يعني كان ما يعني مشيت في التعليم هسي كان تربالي قاعد بس قبلك هناك في الأراضي دي. لا ما حرم ما أبدا ما التعليم ما حرم من التربلة. أها. يعني شاري مع بعض اللي في نفسه ما قدمت واحدة على الترى يعني. لها بمتوازين. ايوه حتى انت ما ماتي الاكاديمية ذات الحمد لله وجهتها كمان في الاتجاه بتاع الزراعة. بتاع الزراعة والسياسات الزراعية وكده يعني. اها طيب هسي من خلال متابعتك للزراعة واهتمامك بها يعني نحن هسي وصلنا لأي مدى يعني في الخط المشاريع الزراعية؟ والله اقول لك للأسف يعني للأسف نحن يعني كدولة وكمجتمع لسه بدري علينا. يعني إمكانياتنا ومواردنا الزراعية أكبر بكثير من إرادتنا ومن الشيء قاعدين نعمله في الزراعة يعني. لسه زراعتنا مظلومة ونباتنا مظلومة ومحاصيلنا مظلومة ما ديناش اللي بتستحقه. لا تحضير زي الناس ولا تجاوز زي الناس ولا مدخلات زي الناس فإمكانيات ما زالت مفدرة يعني. لكن شايف انا هسي بعد يعني ايقاف استيراد العربات وال يعني في جراحه اقتصاديه كده حصلت الناس ما عندها حل الا انها تتجه للزراعه. وشايفه برضه في اهتمام لمشروع الجزيره برضه يعني انه ينهض يعني اي نحن اذا ما شاف الطوفين ده الان مثلا يعني رغم ارتفاع اسعار الوقود الان المشكله بتاعت الوقود تقريبا تكاد تكون حلت مع ارتفاع الاسعار يعني. ففي كارتيل بتاع الوقود انتهى السوق اسود كده. الدولار الان محاصر صار كويس يعني برضو انا اتوقع ان المملكه بتاعته برضه تنهار في على الاقل في الشهور القادمه. العقارات برضه راس الصوت لحقه ومصيره اذا الدولار انهار انها تنهار. العربات سياده العربات فدي كلها انشطه انا في تقديري طفيليه وغير منتجه ولازم ما تفضلتي انت بتم حصاره. فاذا تم حصاره بعدك تلقائيا المليارات الموجودة في العقارات الموجودة في سيارة العملة حتتجه للزراعة وللإنتاج وللصناعة التحويلية. ده كل بنتوقعه ونتمناه في نفس الوقت يعني. يعني بعد كده الشباب العاوز يعني يبدأ ممكن يعني يبدأ بياخد تمويل زراعي ويبدأ شغله يعني أسس أيوه معها. لأنه ما حاجة حاجة يشتغلها يعني لسه علينا عنده 6000 قطعة بتاعت أراضي في الخرطوم ومشاهدة البحث مثلا دي مليارات المليارات. أيوه. لو انهارت الشغلانة دي بعد قروش حيوديها وين يعني؟ لازم يوديها على على الإنتاج يعني. أيوه أي يعني هسه يعني ما زي ما قلت لك الدولار والسيارات والعقارات دي كلها أنشطة هي الآن القروش موجودة فيها قروش
ودي كلها انشطة في تقديمها غير منتجة وبتستفيد منها افراد بس يعني وبتجوع الشعب يعني. فاذا انهارت الممالك الثلاثة دي الناس ما بتكون قدام حاجة غير انها تمشي للزراعة وللرعي وللصناعة، ما عندها حل غير كده. اها يعني ما لاحظت انه يعني شبابنا شويه كده ما عندهم الروح الجماعيه في المشاريع، يعني ما بتلقى مثلا 6 ولا 7 اولاد شباب اشتركوا او شابات اشتركوا انهم يعملوا مشروع بعكس دول تانية الروح الجماعيه عندهم. بس ما انا ما بلوم الناس عليه في الظروف الحاليه دي او الظروف اللي كانت سايده دي، مهما الناس اتكتفت عملت بيقول المثل ما جايبه حقها، لانه في جهات ثانيه بتستنزفك، لا بتلقى وقود، لا بتقدر تحضير، لا بتلقى تماد تجاوز زي الناس، لا بتلقى سوق زي الناس، البلد محاصر حي بالصوره زي دي. فالزول بيعمل الناس يعني، يعني الاقتصاد زي ما يقولوا كان جامد، ما بيدي فرصه للحركه بتاعت التكتلات الشبابيه او حتى المبادرات الفرديه، لكن لما تزيل العوائق وتنتهي الحصار الخارجي وقيمة العملة تتحسن والسوق يتحرك والبلد تتفتح، بعد تلقائيا اي زول بيعمل حاجة بقى ثمرت عمله موجودة. يعني اللوم ما كان على الافراد ولا على الناس، انما على الظروف الموضوعية المحيطة بالبلد. صح، الوضع الكان راهن يعني. وبعدين ثاني انت مثلا اللي درت عدل كلها سياسة واقتصاد. لا لا ما فرصة على قول حبوبتي يعني مقلب حديث، الكلام جاب الكلام. لكن انا دايما برتاح للكلام ده، انت داير كده. طيب طيب رايك شنو هسي يعني في ظروف اقتصاديه ضاغطه وفي فرحه عيد، يعني في رايك الناس دي وفقت كيف بين الحاجتين دي للتضادين دي؟ والله في توفيق. انا يعني مثلا من الملاحظات اللي لاحظتها في العيد ده في العيد فاتوا كده، يعني الناس مثلا مع ارتفاع اسعار الصراف مع بضاعه اليد برضه ناس مصره على الناس ماري لا 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 الشعير ده انا ما ادري اقول شخص يعني، لكن نقول الشعير الاجتماعيه الدينيه دي ذات ماريتا. فبقت في تكتلات، شعرت بانه الاسر الصغيره المرويه بتكون من زوج وزوجه واثنين ثلاثه بدوا يجتمعوا على البيوت الكبيره. يعني تلقى مثلا اي واحد يجيب خروف يمشي على بيت ناس ابوه او ما يمشي على بيت ناس ابوه، تلقى الاسر مثلا تطبع كلها في اليوم، كل يوم يكون عندها بهيمه او خروف مثلا ياكلوا بتاعت او بعض بتاعتها وكذا. ده شكل من اشكال التغلب على الظروف. ايوه تغلب والتغلب على الظروف الصعبه يعني. صحيح. فانت تطبع اي زول داير يربح، لكن يربح في بيته بيجتمع على البيت الكبير حتى يرتب اوضاعهم. انا مثلا اصير معاهم كم يوم كده، 3 يوم كده ورا بعض كده، انا تاكل لحم فريش يعني. يا سلام، بالهنا ان شاء الله يا رب. وبالاضافه لانه في شويه جحم، تعرف الجحم؟ اي يقول لك جحمان الزول ده ولو زعلان منه يقول لك شرفان وجحمان. طبعا الدعم هو الحاجه للحم. الناس بدك اللحم ما بتسوي له حاجه، زمان اللحم ده الناس ما بتاكله كثير كده بضره، لكن افتح الناس تاكل اكبر كميه كده وتمشي في امان الله، لان عندها فروقات. صح والله. اقول لك حاجه يعني، ان شاء الله الناس ما تتحرم من اكل اللحم نهائي يعني مهما كان يعني. وبالذات بالذات لحم الضان ده، يعني لحم الضان ده بالذات يعني انا افتكر يعني في كثيره شرع ادويه كثيره. والله انا قبل كده ذكرت واحد اخونا كده بس استنيت العمود، قال لي لاحظت على انه زمان النسوان حتى الوضوء بيركزوا لهم على لحم الضان. صح. وبالتالي يعني بتكون قدراتهم على الانجاب بتكون اكبر والصحه بتكون احسن. لانه بيتهضم سريع. قال ده انا صدرناه وده نحن جايبين قصاد ابيض بتاعت ميلاريا وبتاعت امين وحي الصوره دي. ايوه. لو كناه نحن اخذناه مما صدروه. ويمكن عشان الشوربه بتاعته طعمه يعني برضه صحيح. بالضبط كده يعني. ما قلنا كانت احتباطا يعني. حكيت انه المره النفسيه يصر على نبدا الشوربه بتاع الضان دي. ما قلنا كانت بكل فيها التجارب كثيره يعني. صح. واضح انه فعلا فيها فائده كبيره جدا. المصريين يقول لك يعني كل عشان عظمك يترم، فهي هنا بتدوها عشان يعني انه العظم بتاعها يترمى يعني، والطفل والسهر وما الى ذلك. بالضبط كده. واقول لك حاجه بالمناسبه، انا تخيل لي
نحن قدراتنا على تربيه الاطفال كبيره جدا جدا، حتى داخل العاصمه، حتى في البيوت، يعني زي ما لو يتكلم عن الزراعه المسجديه حقه يتكلم عن تربيه الحيوان المسجديه في البيوت الضيقه، يعني يعني وبالذات مثلا في الغوره في الجزيره في الشماليه وفي غرب السودان كله، تخلي اي بيت ممكن تكون فيه الحاجتين ثلاثه كده وكبشين ثلاثه كده. وبعدين مع تقدم الطب البيطري ده، يعني الان الاثناء دي السعوديه عملوا تجربه في شمال كردفان، الناعجه بتلد ثلاثه في السنه طوال بارتياح كبير جدا جدا. اها حتى الماعز السعارين برضه يعني يعني يمكن يحدث تكاثر كثير جدا جدا، الناعج دي اكثر شيء قابل للتكاثر، يعني لو قارنا الليله في 15 مليون ناعجه من خروف لناعجه يعني بمجهود بيطري بسيط جدا جدا ممكن خلال ثلاث سنين 50 مليون. ايوه صحيح. ممكن او تتربى في اضيق نطاق. وزي ما قلنا مع اللحم الطاعم المفيد مع البروتين زي العجب موجوده تكون موجوده في اي بيت.